الدولي العام الدكتور أيمن سلام. أهلا بك دكتور أيمن في هذا الحوار، نتحدث عن هذه التقارير الجديدة. يعني التقرير لم يكشف الكثير من حيث المضمون، ولكنه أكد ويوثق ربما بإثباتات إضافية أن هناك أسلحة مصدرها إيران تصل إلى الطرف الانقلابي في اليمن. ما الذي يمكن أن نضيفه مثل هذا التقرير برأيك؟ مساء الخير أستاذ مهند. هذه التقارير أهميتها فضلا عن التقارير السابقة التي صدرت أيضا عن جهات مختلفة، منها الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في هذه المنطقة وقيادته في المنام البحرين يعني منتشر في بحر العرب، يعني الآن ثبت أن إيران تهرب سلاح لليمن. أهمية هذه التقارير المختلفة أنها توثق إيران رئيس عصابات اليمن مجال الشك ووفق أدلة ثبوتية رئيس عصابات الحوثي بأن هذه المهربات ما بين ظفرين، أسلحة ذخائر ومواد أخرى تم تهريبها من إيران إلى الحوثيين الانقلابيين في اليمن، سواء كان عن طريق الصومال وهذا هو الجديد أو عن طرق أخرى. وتستغل إيران ويستغل الحوثيين أيضا صعوبة إن لم يكن استحالة الحصار البحري واستحالة المراقبة في هذه المسافة من سواحل دولة مترامية الأطراف في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، محيط الهندي، البحر العرب، 2500 كيلومتر. حتى لو حلف الناتو وكل الأحلاف المتبقية الأخرى لا تستطيع أن تقوم بهذه عملية المراقبة ماء بالماء. إذن ما يهمنا أن مسألة التوثيق، مسألة التأكيد، مسألة التثبت والتيقن، حتى لا تكون أن هناك عبارات أو مزاعم مرسلة. فالتقارير الآن فضلا عن التقرير الأخير يؤكد أن ووفق مصادر مختلفة ليست قيادة الأسطول الخامس الأمريكي ولا التقرير الدولي الأخير، ولكن في هذا العام وتحديدا 18 يوليو 2016 وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد أن إيران تقوم بخرق القرارات ذات الصلة، وتحديدا القرار 22/16 والذي صدر في عام 2000. وهنا النقطة دكتور أيمن، هنا النقطة الأساسية. يعني أنت تحدثت عن أهمية هذه التقارير من حيث أنها تؤكد وتوثق يتم التيقن من خلالها بأن إيران تقوم بتزويد الطرف الانقلابي بالأسلحة. طيب، تأكدنا وتيقننا ووثقنا، بعد ذلك ماذا نفعل؟ يعني هناك مسار يجب أن يتم اتخاذه بشكل من الأشكال، وهنا أنت ذكرت القرار 22/16 الصادر على مجلس الأمن وتحت الفصل السابع بالمناسبة، والذي يشمل أيضا مسألة حظر الأسلحة. إذا كان هناك بالفعل خرق لهذا القرار من قبل إيران، ما الذي يمكن عمله؟ هيقصفوها وكسروا راسها. أن أنت بتشير هيقصفوها لإيران. وبهذه المناسبة أن القرار صدر بموجب الباب السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والذي يعني انصياع والتزام كافة دول أعضاء الأمم المتحدة وبالطبع من بينها الجمهورية الإيرانية الإسلامية لكل ما ورد في حذافير ذلك القرار. أي أن لا إيران ولا غير إيران لديها أي خيار غير الإذعان. ومجلس الأمن تحديدا في ميثاق الأمم المتحدة والباب السابع كما تفضلتم أشار إلى أن الدول التي تخرق أي قرارات من هذا الشأن أو هذه الصلة صدرت من المجلس للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وربط مجلس الأمن بالسلم والأمن الدوليين بما يحدث في اليمن يعطي لمجلس الأمن السلطة في فرض العقوبات التصاعدية ضد الدولة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وكانت هناك تقارير عديدة من الأمم المتحدة
أن الممارسات الإيرانية ما بين قوسين تهريب الأسلحة وخرق قرارات مجلس الأمن 22/16 تحديدا هو يؤدي إلى زعزعة استقرار السلم والأمن الدوليين. مجلس الأمن وبالناحية القانونية، الأمم المتحدة من الناحية القانونية أيضا تستطيع أن تتخذ الإجراءات العديدة وليس إجراء واحد ضد التي تنتهك هذه القرارات، ولكن لابد أن تصدر هذه القرارات ضد إيران بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى تكون هذه الإجراءات بلغة عربية وبلغة سديدة، هي إجراءات إجبارية أو